طب انا لفت نظري تصريح غريب جدا للسيد رئيس نادي انبي اما اتكلم عن مصطفى شلبي ايمن الشريعي، السيد ايمن الشريعي. التصريح يعني يثير الجدل، يعني ما اعرفش عدى كده ولا ما عداش، لكن قال لك ان رغبه مصطفى شلبي في بدايه الموسم كانت الانتقال الى الاهلي، لان التصريح ده اصله يفتح كلام في حاجات كتيره جدا، لكن القيمه الماليه التي عرضها الزمالك كانت اكبر. شوف بقى ماشي، لو انتقل، هو بيقول رايه بقى السيد ايمن الشريعي، لو انتقل مصطفى شلبي الى الاهلي لتالق اكثر من تالقه في الزمالك، لانه سيكون مرتاح نفسيا. طب ده باب بيتفتح يعني لاسئله مثيره للجدل كثيره جدا. طب الزمالك دفع اكتر من اللي كان الاهلي هيدفعه، واللاعب ما ادالوش، والراجل رئيس النادي اللي كان فيه اللعيب بيقول لك لو كان راح للنادي التاني اللي كان هيدفع اقل، لانه منتمي ليه نفسيا بيحبه يعني، كان هيتألق قد كده كتير جدا. فهل رغبه اللاعب ملهاش قيمه؟ ده سؤال. وهل النادي اللي بيشتري لو عارف ان اللاعب منتمي لنادي تاني يشتري ويدفع اكتر؟ يعني هل الافضل يشتري ويدفع اكتر ولا يسيبه ويقول له خلاص مش هاخدك؟ ده تصريح الحقيقه خطير جدا وغريب جدا من ايمن، السيد ايمن الشريعي رئيس نادي انبي، في تحليله ليه مصطفى شلبي ما عملش بومنج مع الزمالك السنه دي. خد بالك مصطفى شلبي الزمالك دفع فيه الفلوس دي كلها، سيبك من نكيد للاهلي، خناقه مع الاهلي على اللعيب وكل الكلام ده، والانتصار الجماهيري وكل الكلام ده الانديه الجماهيريه بتعمله ما فيهوش مشكله، لكن احنا بنتكلم على البعد الفني. بعد ما مشي اشرف بن شرقي فانت بتجيب جناح كان مميز جدا السنه اللي فاتت في الدوري، وكان احد هدافين الدوري، وكان اداؤه مستقر الحقيقه لفتره طويله، وكان منتج جدا مع فريق انبي، لكن اداؤه مع الزمالك السنه دي مش هو مصطفى شلبي اللي الناس كانت منتظراه. فلازم الانديه بقى تاخد التصريح ده وتشوف، انا النهارده لو لعيب منتمي للنادي التاني ادفع فيه الفلوس الكتير دي، يعني هيجي ويبقى روحه قتاليه للفانيلا اللي انا بلبسها، ولو منتمي للنادي التاني فهو جاي يعني عشان هياخد عقد اكبر، عشان هياخد فلوس اكتر وخلاص، شغل يعني بيقضيها شغل يعني. فلا التصريح ده لفت نظري جدا جدا جدا، فوجئت بيه يعني، كان تصريح غريب جدا.